الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرة تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا إلى الصوت ش، طبعا الذي يكتب بالسي آش كما قلنا، كما في كلمة لابيش، كما في كلمة لابيش، أو مثلا كما في الجملة شارل ميشيل ألابيش. فهذه الفقرة إن شاء الله سنرى هاد الصوت أون. إذن كما رأينا فيما سبق لكريتور سكريبت، لكريتور كيرسيف، لكريتور سكريبت، لكريتور كيرسيف، كتابة سكريبت، هذه تسمى écriture cursive. Comme fi le joli mouton. Le joli mouton. Regardez sur l'image. On a un joli mouton. Et dans l'indana, charouf jamil. Charouf jamil. Le joli mouton. Et dans le mouton comprend le son on. إذن كلمة موطن كما نلاحظ أن تتضمن هذا الصوت، صوت أون. طبعا هاد أون كما نلاحظ أنها تنضاف إلى أحرف أخرى مثلا طي فتقرأ طون، موطن، موطن. ممكن أنها تنضاف لأحرف أخرى لتعطي مقاطع لفظية مختلفة، مثلا مع ب نقول بون بون بون، مع اف نقول فون، ثم طون كما عندنا هنا موطون، غون غون، لون لون، سون سون، فون فون، مون مون، نون نون، بون بون، don don، جون جون جون. في بعض الكلمات او ان و او ام ممكن تنطق بنفس الطريقه، طبعا في بعض الحالات ممكن ان او ام تنطق مثل او ان، تنطق اون. مثلا في فعل ترومبي 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 ترومبي، كاننا ننطق هاد ام كأن ترومبي. إذن نتكلم عن فعل أخطأ أو فعل خدع، إذن نتكلم عن الفيرب ترومبي، نتكلم عن الفيرب ترومبي. نعود إلى الصورة. إذن كما نلاحظ عندنا أتي في لو جولي موطون دو مون أونكل ليون. أتي في، هل أنت رأيت أو هل أنت رأيتي؟ رأينا هاد العبارة فيما سبق. On a déjà vu cette formule-là. As-tu vu? Et dans le début, il y a tu as vu. Et dans le sujet, avec l'auxiliaire. As-tu vu? Le joli mouton. Le charouf le jamil. De mon oncle Léon. Le ami Léon. Ou le khali Léon. L'am ou le khal. Nous disons oncle. يسمى أونكل. أتي في لو جولي موطون دو مون أونكل ليون، هل أنت رأيت الخروف الجميل لعمي ليون؟ عندنا هاد الأصوات كما نلاحظ، عندنا وا أو أون، يجب أن نفرق بين هاد الاثنين. عندنا هنا أو، عندنا أو إي، أو إي سوبرونونس أو، أو إن سوبرونونس أون. نأخذ أولا و، عندنا بوا لوا موا توا شوا، سي اش تنطق كشين شوا، جوا تخوا دغوا دغوا دغوا، ثم او، ثم عندنا او بو لو مو تو شو جو
جو ترو درو درو. مع أن مع أن عندنا بون لون مون طون شون جون طون درون. إذا نعيد مع و بوا لوا موا توا شوا جوا تخوا دروا. مع او افيك او اون بو لو مو تو شو جو ترو درو درو درو. اي اونفا افيك اون بون لون مون طون شون جون طرون درون درون. هناك كلمات تتضمن الهد اون, مثلا لو بون لو بون. regarde ici, c'est le pont, c'est le pont, voilà, c'est le pont. تكلم على القنطرة. ensuite on a le savon, le savon. طبعا هالطي لا تقرأ. le pont, pont. إذن le savon, le savon, le savon. regarde ici sur l'image, c'est le savon. نتكلم عن الصابون. تقريبا نفس الكلمة كما نلاحظ. إذن le savon ثم le rond, le rond. إذا نتكلم عن الدائرة. طبعا كلمة رون ممكن أن تأتي كأدجكتيف, نقول عن شيء بأنه رون يعني أنه دائري, أو نتكلم عن الدائرة أو الحلقة نقول عنها لو رون. إذا كما نلاحظ هذه لا تقرأ لو رون. أبخي لو باطون لو باطون لو باطون. العصا تسمى لو باطون. ثم مون بابا مون بابا أبي أبي. إذن هاد مون تعني شيء ما يعود لي. مون بابا مون ستيلو سي مون ستيلو. إذن هذا قلمي. إذن نتكلم عن مون بابا. ثم لو بوطون لو بوطون. regarde ici, c'est un bouton. أحيانا نتكلم عن دي بوطون, يعني نتكلم عن نوع من الحب يظهر على الجسم. نتكلم عن بعض النتوءات تظهر على الجسم نسميها دي بوطون. عندنا لو بوطون. ثم لو بوشون لو بوشون. regardez sur l'image, regardez sur l'image, c'est un bouchon لو بوشون. تنقولوا احنا بالدارجة البوشون, تنتكلموا على شي غلاقة. لو بوشون لو بو بو. عندنا او اي تنطق او كما راينا هنا بو شون. ثم عندنا اون كما عندنا هنا لو بوشون. ثم لا كون لا كونفيتور لا كونفيتور الكوفيتير. اذا نتكلم على المربى لا كونفيتور لا كونفيتور. Et enfin, on a la montre. La montre. Sur l'image, c'est une montre. Et dans notre cas, c'est une montre. La montre. مثلاً, نتكلم عن ساعة الجيب أو الساعة اليدوية تسمى la montre. أما ساعة الحائط فتسمى l'horloge. ساعة الحائط الكبيرة تسمى l'horloge. إذن la montre المقصود بساعة الجيب كما عندنا في الصورة, أو الساعة اليدوية تسمى la montre. إذن la montre la montre. إذن كما رأينا فيما سبق بأن أو إم ممكن أن تنطق مثل أو إن في بعض الكلمات, مثلا لونو لونو الاسم
فنقول le nom. بل نقول le nom يعني الاسم. مثلا كلمة la pompe. La pompe. Voilà sur l'image. C'est une pompe. البومبة. La pompe. مثلا jouer à l'ombre. Jouer à l'ombre. يعني يلعبوا في الظل. لومبر المقصود به الظل. الظل. ظل الشجرة أو ظل الحائط. ظل المنزل. ظل الإنسان. إذا نتكلم عن لومبر. لومبر. هاد أم تنطق كما لو أنها أن. جوي على لومبر. يلعبوا في الظل. أبخي كيسكونا. قلنا غوني إي طومبي. غوني إي طومبي. غوني سقط. قلنا لو فيرب طومبي. عندنا فعل سقط. طبعا غيتصرف مع إتر. لأن غوني هو اللي سقط. ماشي هو سقط شي حاجة أخرى. كون سقط شي حاجة أخرى غنستعملو أفوارنا. إذا غوني إي طومبي. أبخي لا بوبي إي كاسي. إذا نتكلم عن الدمية أنها كسرت. On a le verbe casser. C'est la même chose. Comme le verbe tomber, comme nous le voyons, le verbe casser est conjugué avec l'auxiliaire être. Et dans le fait casser, on a mis en rêve avec l'auxiliaire être. L'an a dommé à il l'a cassé. Merci, a dommé à il l'a cassé. Et dans la poupée est cassée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'ombre de l'arbre. L'ombre. دو لابر. ظلو الشجرة. ممكن نقول مثلا جوي على لومبر دو لابر. العبوا في ظل الشجرة. جوي على لومبر دو لابر. العبوا في ظل الشجرة. بيبي اي بلون. إذا الرابع هو كيفه أشقر. كما تنشوفو لو فيرب إتر راه ممكن يجي يفيد معاني أخرى. إذن هاد لو بيبي هاد الرابع هو ذاته كيف هو كائن كيف هو موجود بلون بلون أنه أشقر. إذن تنستعملو إتر باش نقولو عليه هو يكون أشقر. ممكن نستعمل هاد إتر في لامبارفي يعني في الماضي هو نوع من الماضي. نقول مثلا بيبي إتي بلون يعني أن هاد الرابع كان أشقرا. نفس هذا الفعل في الماضي لكن هنا تنستعمله في البريزون نستعمله في الحاضر. بيبي اي بلون. إذن الرضيع هو الآن أشقر. ثم لا بول بون. الدجاجة تبيض. لا بول بون. قلنا لو فيرب بوندا. عندنا فعل بضى. لا بول بون. لا بول بون. الدجاجة تبيض. بو. هنا عندنا بون. بو بون. لا بول بون. بعدها اون غوب دو كوطون. إذا نتكلم عن فستان. لا غوب يعني الفستان. رأينا هذه الكلمة. اون غوب دو كوطون. فستان من القطن. فستان من القطن. اون غوب دو كوطون. ثم وي او نو. نعم ام لا. نعم ام لا. وي او نو. شفنا او اي. هنا عندنا او اي. او اي او اي. هنا تتقرا وي. هنا او او. وي او نو. تضع شخصا امام خيار ما فتقول له وي او نو. ثم دي موا. قل لي. طن نو. اسمك. طن شيء ما يعود لك. نو. لو نو يعني الاسم كما راينا. لو نو يعني الاسم. او مثلا نتكلم احيانا عن لو برينو. لو برينو يعني اللقب. دي موا طن نو. قل لي اسمك. طبعا عندنا هنا لو فيرب دير. فاش مصرف؟ مصرف في الامر. تقول شي واحد قل. قل لي تتعطيه الامر. اذا نتكلم عن لامبيغاتيف.
قلنا لو فيرب دير كي كونجوغي كونجوغي على الامبيراتيف. اذا عندنا فعل قال مصرف الامر، نقول دي موا طونو. تقول لاشخاص كوتور ديت موا، قولوا لي ديت موا. فونو فونو، قولوا لي اسماءكم ديت موا فونو، قولوا لي اسماءكم. جو مي سوي ترومبي، انا اخطات او انا خدعت. جو مي سوي ترومبي، عندنا هنا سو ترومبي، هاد مو هي ديال سو ديال فعل ترومبي ملي تيكون باقي ما مصرفش. اذا جو مي سوي ترومبي، عندنا سو ترومبي، سو ترومبي، هاديك سو تتصرف مع جو تتعطينا مو. جو مي سوي، جو مي سوي ترومبي، انا اخطات. طبعا لي فيرب برونومينو الافعال اللي تتكون عندها سو كلها تصرف مع اتر، نقول جو مي سوي ترومبي، يعني انا خدعت او اخطات. ثم جو مي ترومب توجور، انا اخطئ دائما. جو مي ترومب توجور، طبعا انا مصرف في الماضي، انا مصرف في البريزون. عندنا هنا لو فيرب سو ترومبي كونجوغي او باسي كومبوزي، مصرف في الماضي. هنا جو مي ترومب عندنا نفس الفعل ولكن مصرف في البريزون، جو مي ترومب توجور، يعني ما زدناش هاد المساعد هنا. جو مي ترومب توجور، انا اخطئ دائما او اخدع دائما. ثم بونجور، بونجور يوم سعيد، كما لو نقول السلام عليكم. بونجور يوم سعيد، مبتي موطون. خروفي الصغير، يوم سعيد خروفي الصغير. باغ اكزومبل سات فيات بو دير او بوتي موطون بونجور مون بتي موطون، ممكن ان البنيه الصغيره تقول للخروف الصغير بونجور مون بتي موطون، يوم سعيد خروفي الصغير. اي اون فا اون سي سيلاب اي سي مو اون بون طون لون مون لو سون. لو سون يعني الصوت، لو سون يعني الصوت. لو بون فوالا سي لو بون، روغادي سور ليماج سي لو بون. لو بون اي انفان لوران، لوران. بارفوا اون بارل دي رون بوان، رون بوان كنقولو حنا رونبا، يعني نتكلم عن النقطة الدائرية. رون بوان، رون بوان يعني كما نقول النقطة الدائرية، يعني الرونبا عند ملتقى الطرق. نستأنف في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.